عنوان المحاضرة الخامسة رسم المنحنيات اللي هي عنا قوى المحورية وقوى القص وعزو الانحناء اللي هي النورمال فورس ديجرام والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام. هناخدو رسم المنحنيات هذه القوة للفريمز اللي هي الأطر. المحاضرة السابقة كانت رسم منحنيات القوة للعوارض اللي هي الكاميرات. المحاضرة هذه حناخده بالنسبة للفريم اللي هي الإطار. رسم منحنيات قوة المحورية وقوة قص وعزم الانحناء للإطار. حنبدأ بالمثال التالي المطلوب رسم النورمال فورس ديجرام والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام. عنا اللي هي الفريم الموضحة بالشكل A, B و C. من A إلى ال B عنا الارتفاع اللي هو الكلي 11 متر، وعنا قوة مؤثرة في منطقة اللي على بعد 6 متر من الدعامة أو الركيزة A قيمتها 3 كيلو نيوتن. عند ال A عنا رولر سبورت أو الدعامة المدحرجة، ورد الفعل عند الـ A اللي هو الـ AY قيمته 6 كيلو نيوتن واتجاهها إلى الأعلى. من الـ B إلى الـ C الطول عنا الأفقي 15 متر، قوة مركزة عند الـ B قيمتها 5 كيلو نيوتن واتجاهها إلى الأسفل. عند الـ C عنا simply supported اللي هي الدعامة المفصلية اللي هي الهنج سبورت. في عنا ردود الفعل عندها اللي هي السي اكس قيمتها 3 كيلو نيوتن واتجاهها الى اليسار بالسالب، والسي واي اللي هي القوة الرأسية اللي هي المتعامدة للحركة بالنسبة للدعامة قيمتها 1 كيلو نيوتن واتجاهها الى الاسفل. المطلوب هنرسمه منحنيات القوة المحورية وقوة قص وعزم الانحناء لهذا الفريم أو هذا الأطر. طبعا بالنسبة للفريمات هناخده كل جزء لوحده، يعني نحن كل سبان أو منبر لوحده هناخده الـ AB لوحده والـ BC هنرسمه له اللي هي منحنيات القوة الخاصة به. هنبدو بالجزء اللي هو البارة AB. AB عنا بالنسبة للـ AB هناخدو القوة المؤثرة عليه، سواء كانت القوة هذه قوة خارجية أو كانت متمثلة في ردود الأفعال. فعند الـ A عنا رد الفعل اللي هو الـ AY قيمته 6 كيلو نيوتن، وعنا 3 كيلو نيوتن اللي هي قوة مركزة أفقية على بعد 6 متر. كأني أنا لما نجي نرسم القوة المحورية بالنسبة للمنبر هذا بإيجاد اللي هي القوة ردود الفعل، فعند المقطع اللي هو كأني قطعت عند البي، فبالنسبة للأي بي لما أنا قطعت عند البي حتتولد عندي قوة اللي هي رأسية وأفقية محورية اللي هي الإن واللي هي الفي العمودية على المحور وعزم انحناء. فهذه القوة كيفية إيجادها من معادلات الاتزان اللي هي كم موضحة باللي على اليمين، وعندنا الشكل على اليسار. على اليمين نحن حنوجد الـ V والـ N، الـ N1 والـ V1 والـ M1. فمن مجموع اللي هي القوة في الاتجاه الـ X بتساوي صفر، من مجموع القوة اللي هي في الاتجاه الـ X بتساوي صفر عنا الـ V1 ناقص اللي هي احنا لو نحن عندنا 3 كيلو نيوتن هذه اتجاهها الى اليمين بالموجب، ف3 ناقص الـ V1 احنا فرضنا ان الـ V1 اتجاهها الى اليسار وطبيعي حتكون اتجاهها اليسار لان عندنا القوة الافقية فقط اللي هي 3 كيلو نيوتن والـ V1 فحيكونوا مساويين لبعضهم ولكن في عكس الاتجاه، فالـ V1 حتساوي 3 كيلو نيوتن. مجموع الـ FY بتساوي 0 اللي هي الـ N1 عندنا اللي هي في اتجاه الواي، وعندنا اللي هي 6 كيلو نيوتن اللي هي الاي واي. فان واحد
اتجاهها الى اسفل، وبالنسبه للاي واي اتجاهها الى اعلى. فستة ناقص ان واحد بتساوي صفر، فان واحد اذا بتساوي 6 كيلو نيوتن واتجاهها الى اسفل. بالنسبة للعزم، مجموع العزم بتساوي صفر، هنلقوا اللي هي الام واحد، هيساوي اللي هو القوة اللي تجيب لنا عزم عند النقطة بي، اللي بتولد لنا عزم عبارة عن القوة في درع العزم. درع العزم دائما يكون عمودي، فبالنسبة للاي واي مش هيولد لنا عزم عند البي، لأنها قوة محورية بنفس توازي محور أو في نفس اتجاه اللي هو المحور اللي المنبر AB، فمش هتولد لنا عزم. لكن بالنسبة للقوة الأفقية المركزة على بعد 6 متر من الـ A اللي هي 3 كيلونيوتن، هي اللي بتولد لنا عزم حول B، ومضروب في ذراع العزم، القوة مضروبة في الذراع اللي هو من 3 كيلونيوتن لنقطة B اللي هي 5 متر، فـ3 في الـ5 بتساوي 15 كيلونيوتن، واتجاهها في اتجاه عقارب الساعة اللي هو موجب. إذا بعد إيجاد اللي هي القوة الداخلية بعد عملية القطع عند البي، الآن يمكننا رسم اللي هي منحنيات القوة. فنبدو بالقوة المحورية اللي هي عندنا الـ AY وعندنا الـ N1. فالقوة المحورية هنا اللي هي Normal Force Diagram كما موضحة بالشكل، هنبدو بالستة كيلو نيوتن. الستة كيلو نيوتن اتجاهها للداخل بالنسبة للـ A، داخل المنبر، مش هيش خارجة يعني من المنبر اللي هو AB أو السبان اللي هو الـ AB. فبما أنها هي داخلة معنا بيكون الاتجاه إلى أسفل، هنستمر على اليمين، بتكون إشارتها للسهل، فهي compression ما هيش tension يعني ضغط، ما هيش شد، لهذا علاش احنا درنا الإشارة سالبة. فعنا الستة كيلو نيوتن هذه هناخدهم بمسافة على اليمين 6 كيلو نيوتن، ثم خط مستقيم نستمر بهذا الخط إلى أن نحصل على تغير في القوة. عناش قوة اللي هي محورية إلا عند النقطة B، وقيمتها اللي هي الN1 6 كيلو نيوتن، وحتكون بهذا بيكون قفل عندي اللي هو الخط المنحنى القوة الأفقية اللي هي بالسالب اللي قيمتها 6 كيلو نيوتن. بالنسبة للشي فورس دايجرام، الشير اللي عندنا اللي هي دائما عمودية على المحور اللي هي 3 كيلو نيوتن الموجودة على بعد القوة المركزة الأفقية على بعد الـ A، فعندنا 3، وهنستمر بخط مستقيم إلى أن نصل إلى 3 كيلو نيوتن اللي هي عند الـ V1 عند النقطة B. بالنسبة للمومنت، المومنت هيكون عند الـ A لأن هي رولر سبورت، هيكون بصفر إلى أن نصل إلى 3 كيلو نيوتن اللي هي القوة الأفقية، هي اللي سببت لي العزم الدوران أو عزم الانحناء عند اللي هي المقطع اللي هو عند الـ B. فعندنا 3 في الـ5 اللي 3 في الـ5 أعطانا اللي هي 15 كيلو نيوتن، والاتجاه السهم يعني هي في اتجاه عقارب الساعة، يعني السهم اتجاهها ويل للأسفل، هذا علاش احنا رسمناها إلى الأسفل. فعند النقطة 3 بيكون قيمته بصفر، واللي هي إلى مسافة نصل إلى البي بيكون 15، فلهذا نوصل النقطة من خط مستقيم من 3 كيلو نيوتن إلى اللي هو عند النقطة بي اللي هي 15 كيلو نيوتن متر، فبيكون على شكل مثلث. هذا بالنسبة لعزم الانحناء، هذا للجزء من اللي هو للبارت AB. إذا نرسموها بالأجزاء بالنسبة للقطر أو الفريم، هننتقل إلى الممبر اللي هو BC. بنفس الطريقة لما رسمنا AB هنرسم القوة المحورية والقوة القص وعزم الانحناء في الجزء اللي هو البي سي. فاحنا عندنا القوة اللي تحصلنا عليها عند النقطة بي في الجزء اللي هو من الاي الى البي هتنتقل معانا للمنبر اللي هو البي سي، ولكن عكس الاتجاه.
بالنسبة للقوة الأفقية اللي هي الـ V1 كانت قيمتها 3 كيلو نيوتن واتجاهها إلى اليسار، هتنتقل معي زي ما هي كان واضحة بالشكل على اليسار، الشكل البيضاوي اللي هي النقطة الـ B فيها 3 كيلو نيوتن، هتاخذ الاتجاه اليمين. 6 كيلو نيوتن اللي هي الـ N1 كانت اتجاهها لأسفل تصبح اتجاهها إلى أعلى. وعندنا احنا من سابقا اللي هي عند النقطة B عندنا قوة مركزة خارجية مؤثرة من الأول اللي هي قيمتها 5 كيلو نيوتن اتجاهها إلى أسفل، فالستة اتجاهها إلى أعلى بالبلس ناقص الخمسة هتعطينا 1 كيلو نيوتن، والثلاثة كيلو نيوتن اللي هي الأفقية و15 كيلو نيوتن متر العزم اللي هو M1 كان في اتجاه عقارب الساعة، ينتقل معانا ولكن عكس اتجاه عقارب الساعة. فالبارك اللي هو من البي إلى السي هتكون عندنا اللي هي ردود الأفعال اللي احنا كان موجودة من بداية المسألة أو الإكزامبل اللي عندنا، كان الواحد كيلو نيوتن اللي هو السي واي، وكان الثلاثة كيلو نيوتن اللي هي سي اكس اتجاهها إلى اليسار، وبالنسبة لي السي واي اتجاهها إلى أسفل قيمتها 1 كيلو نيوتن. فهنبدو برسم النورمال فورس ديجرام والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام. نلاحظ هنا في البارت او المنبر البي سي عندها منبر افقي، يعني هذا النورمال فورس ديجرام القوة الافقية هي بتكون اللي هي القوة المحورية اللي هي قيمتها 3 كيلو نيوتن. فالثلاثة كيلو نيوتن لما نبدأ نرسم من اليسار الى اليمين، الثلاثة كيلو نيوتن هذه الأفقية عند النقطة B اتجاهها إلى الداخل، ما هي يعني compression يعني ضغط، هننزل تحت 3 ونستمر بخط مستقيم ثم نصعد إلى 3 كيلو نيوتن اللي هي عند النقطة C، وكانت قيمتها اللي هي بالسهل. هذا بالنسبة normal force diagram. رسمة منحنى القوة القص اللي هي الواحد كيلو نيوتن اتجاهها إلى أعلى، لهذا احنا نصعد إلى أعلى وتكون اللي هو رسمة القص الشير فور ديجرام بيكون موجب، وعندنا الواحد كيلو نيوتن هنستمر بخط أفقي إلى أن نصل نقطة سي، ننزل إلى تحت بقيمة الواحد كيلو نيوتن لأن هنا اتجاه سي واي عندنا واحد كيلو نيوتن اتجاهها إلى أسفل. هذا بالنسبة للشير فور ديجرام. البندنج مومنت ديجرام هيكون عندنا اللي هي 15 كيلو نيوتن اتجاهها وين؟ لأسفل السهم لتحت، فلهذا هي تعطينا 15، وبعدين عند السي بتكون بصفر فنوصل بخط مستقيم فيعطينا على شكل مثلث والإشارة بالسالب. إذن هذا بالنسبة لرسم اللي هو البندنج مومنت ديجرام والشير فورس ديجرام والنورمال فورس ديجرام للقطر. هذا بالنسبة للمثال الأول، هننتقل لمثال آخر حتى تتضح عنا الرؤية في طريقة رسم المنحنيات القوة للفريمز أو للقطر. يكون التركيز بالنسبة للنورمال فورس ديجرام ديما على القوة المحورية في الرسم فقط، في الشير فورس ديجرام ديما في القوة العمودية اللي هي الرأسية. البندنج مومنت ديجرام تكون التركيز على عزم الانحناء. هننتقل للمثال الثاني. المطلوب هنا عندنا نفس المطلوب اللي هي رسم منحنى النورمال فورس ديجرام والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام. الفريم اللي عندنا عبارة عن مكون من 4 ممبرز اللي هو الـ AB والـ BC والـ CD، ثلاثة ممبرز AB والـ BC والـ CD. عند الـ A عندنا اللي هي hinge support أو fixed support hinge support أو simply supported،
عطينا من الـ A إلى الـ B حمل موزع يونيفورم لود قيمته 12 كيلو نيوتن بير متر. ومن B إلى C عندنا حمل موزع قيمته 16 كيلو نيوتن بير متر. من السي إلى الدي فري، معناش الأحمال خارجية على المنبر، الطول اللي هو 4 متر سواء كان من الاي إلى البي، ومن سي إلى الدي 4 متر، من بي إلى سي الطول 5 متر. عند الاي عندنا رد الفعل، بما أن هي هنا عندنا هنج سبورت أو سيمبلي سبورت، بيكون عندها 2 من ردود الأفعال اللي هي اي اكس و اي واي. قيمة الـ AX 48 كيلو نيوتن واتجاهها إلى اليسار، يعني تنشن خارجية إلى الخارج. بالنسبة لي الـ AY قيمتها 20.8 كيلو نيوتن واتجاهها إلى أعلى قيمتها. عند الـ D عندنا رولر سبورت أو اللي هي الدعامة المدحرجة، قيمة الـ DY 59.2 كيلو نيوتن. هنبدو في رسم اللي هي نفس الخطوات اللي اتبعناها في المثال الأول، هنستمر بنفس الخطوات في المثال الثاني. هنبدو كل سبان أو منبر لوحده، هناخد الـ AB لوحده و BC و CD. هنبدو بالـ AB كما موضح في الشكل الموجود عندنا أسفل الشاشة على اليسار، اللي هو للبارة AB أو الجزء AB. عندنا الـ AY قيمته 20.8 كيلو نيوتن، وعندنا الـ AX 48، الحمل الموزع من الـ A إلى الـ B 12، وعند الـ B كأننا بنقطع عند الـ B وحنوجد القوة الداخلية اللي هي متمثلة في الـ N 1 والـ V 1 والـ M 1. هنتبع نفس الخطوات اللي موجودة عندنا على اليمين من معادلات الاتزان، مجموع القوة في الاتجاه الـ X بتساوي صفر، ومجموع القوة في الاتجاه الـ Y بتساوي صفر، ومجموع العزوم بيساوي صفر. فحناخدو القوة الأفقية، حيكون تركيزنا على القوة الأفقية اللي هي في الاتجاه الإكس. فعنا بالنسبة للقوة الأفقية عنا الـ AX اتجاهها بالسالب، و 12 كيلو نيوتن بير متر الموزع على اليمين بالموجب، ناقص اللي هي الـ V 1 بتساوي صفر. فعنا 48 بالناقص زايد اللي هي 12 موزع مضروب في ال L، المسافة عندنا 4، ف 12 في 4 ب 48. 48 على الموجب وعندنا 48 بالسالب، حيتلاش يلغوا بعضهم، فلهذا ال V 1 بتساوي 0. مجموع القوة في الاتجاه ال Y بتساوي 0، يعني حنوجد قيمة ال N 1. ال N 1 يتم التركيز فقط على القوة الرأسية، عشان عندنا من قوة رأسية محورية اللي هي الـ N1، وعندنا الـ AY، الـ AY اتجاهها إلى أعلى، فلهذا بتكون الـ N1 اتجاهها إلى أسفل حتساوي الـ AY، يعني الـ N1 حتساوي الـ AY. فالـ N1 حتساوي 20.8 كيلو نيوتن واتجاهها إلى الأسفل. مجموع العزوم بتساوي صفر، عندنا القوة اللي بتتولد لنا عزوم عند النقطة B هي الـ AX، لأن هي قوة رأسية قاطعة مضروب في ذراع العزم اللي هو الطول من الـ A إلى الـ B 4 متر، وعندنا الحمل الموزع اللي هو 12 كيلو نيوتن بير متر مضروب في الـ L اللي هي الأربعة، في لأن هنا عندنا 12 كيلو نيوتن هذا الحمل الموزع على مسافة اللي هي 4 متر. التركيز هنا لما نحوله إلى حمل مركز،
هيكون في منتصف المسافة، يعني على بعد 2 متر من الـ A وعلى بعد 2 متر من الـ B. فعندنا إذن الحمل 12 هذا الموزع بعد تحويله حمل مركز ضربناه في الطول اللي هي W في الـ L، عندنا دائما ثابت W في الـ L 12 في الـ 4 ب 48. التركيز عند منتصف المسافة، إذن مضروب في ذراع العزم اللي هي المسافة إلى النقطة ب 2 متر، فـ 12 في الـ 4 في 2. بالنسبة للعزم اللي بيتولدنا من الحمل الموزع 12 كيلو نيوتن بير متر، اتجاه قطع عقارب الساعة تبع لقاعدة اليد اليمنى. أما الـ AX فهي تعطينا عزم في اتجاه عقارب الساعة الموجب، إذن المومنت عند النقطة B اللي هي الـ M1 هيساوي بلس 48 في الأربعة ماينس 12 في الأربعة في 2، هيعطيني عزم قيمته 96 كيلو نيوتن متر واتجاهها ضد عقارب الساعة كما هو موضح في الاتجاه. بعد إيجاد القيم الـ V1 والـ N1 والـ M1 نستطيع إيجاد اللي هي أو اللي هي رسم منحنيات القوة والعزم. هنبدأ بالقوة المحورية اللي هي Normal Force Diagram. Normal اللي هي الـ AY عندنا، وعندنا اللي هي الـ N1. بالنسبة للـ AY اتجاهها إلى الداخل، فلهذا كانت إشارتها سالبة اللي هي 20.8 لأسفل، ثم خط مستقيم نستمر به إلى أن نصل إلى أعلى 20.8 كيلو نيوتن اللي هي الفي اللي هي الـ N1 20.8. الشير فورس ديجرام اللي هي عندنا الـ AX، وعندنا اللي هي 12 الحمل الموزع كيلو نيوتن بير متر. لما نجي نرسم الشير فورس ديجرام، حتكون عندنا 48 اتجاهها للخارج، فهي قوة شد، لهذا كانت إشارتها موجبة، إذا إلى أعلى 48. هناخد خط مستقيم مائل عبارة، لأن أنا لما يكون عندي حمل موزع دائما قلنا أن هو خط معاين ينزل لي أسفل، ولكن خط مستقيم يبدأ مائل واتجاهها إلى أسفل إلى أن يصل إلى النقطة اللي هي البي اللي فيها البي واحد بتساوي صفر، فلهذا كان في نهاية المثلث حيكون عندنا قيمة بصفر. هذا بالنسبة للشير فورس دايجرام. بالنسبة للبندنج مومنت دايجرام، البندنج مومنت دايجرام عندنا اللي هو العزم فقط عندنا في الام واحد. عند الاي عندنا هنج سبورت، دائما العزم عندها بيساوي صفر، الهنج الاي بيساوي صفر، فعندنا 96 اللي هو قيمة الام واحد. لما شفنا احنا الاتجاه الناتج في على اليمين من معادلة الاتزان هي مجموع العزم بيساوي صفر، كانت قيمة الام اللي هي 96 كيلو نيوتن متر واتجاهها عكس عقارب الساعة، يعني الاتجاه لأعلى، فلهذا احنا لما جينا رسمنا 96 رسمناها لأعلى الاتجاه الأعلى، وكان موجب الاتجاه إلى أعلى، وعند الـ A بيكون بصفر. ويكون الخط الواصل من 96 إلى النقطة A اللي هي عندنا العزم فيها بصفر عبارة عن كيرف اللي هو كأنه اللي هو منحنى مايل، منحنى بيكون اتجاهها لأسفل، تقاعرة إلى أسفل. إذن هذا بالنسبة لي رسمة اللي هي النورمال فورس ديجرام والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام للبارت اللي هو AB. هيكون نفس الخطوات هناخدوها بالنسبة للبارت BC والCD. بالنسبة لي البارت اللي هو AB، إن احنا تحصلنا على اللي هي القوة، رسم المنحنيات القوة من بعد إيجاد اللي هي القوة الداخلية عند المقطع اللي هو احنا عندنا لما قطعنا عند النقطة B.
هناخد البارت اللي هو الجزء بي سي، البي سي هنايا. بالنسبة للنقطة بي، القوة اللي تحصلنا عليها عند النقطة بي هتنتقل معانا في البارت اللي هو زي ما ذكرنا سابقا في البارت البي سي، ولكن بعكس الاتجاه. فعنا العزم احنا اعطانا في اتجاه ضد عقارب الساعة قيمته 96، فينتقل معانا نفس القيمة ولكن عكس الاتجاه، فحيصبح في اتجاه عقارب الساعة. عندنا القوة الـ N واحد كانت قيمتها في البارت اللي هو من A إلى B 20.8 كنوت، واتجاهها إلى أسفل، فحتنتقل معانا في عند الـ B ولكن عكس الاتجاه، حتصبح اتجاهها إلى أعلى. عندنا حمل موزع من الـ B إلى C قيمته 16 كيلو نيوتن بير متر، هنقطع اللي هو عند السي، حتتولد عندنا قوة داخلية اللي هي الـ N2 والـ M2 والـ V2. هنا عندنا المنبر عبارة عن منبر أفقي، فالـ N اللي انتقلت معانا بتصبح لنا V. ليش؟ لأن هي هنايا تعتبر قوة عمودية، ما هيش قوة محورية موازية للمحور بي سي. المحور اللي عندنا احنا البي سي افقي وهي رأسية، فاذا هتصبح عندنا هي شير فورس وليس نورمال فورس. هنبدأ برسم النورمال فورس ديجرام. النورمال فورس ديجرام هنايا والشير فورس ديجرام والبندنج مومنت ديجرام، نوجد اللي هي قبل تكون عندنا الـ N2 والـ V2 والـ M2 معلومة. كيفية الحصول عليها زي ما ذكرنا سابقا من معادلات الاتزان اللي هي مجموع القوة في الاتجاه الإكس، هنبدو بتساوي صفر، هيكون التركيز فقط على القوة في الاتجاه الأفقي اللي هي إكس، تكون قوة أفقية. فعندنا اللي هي الN2 هنايا معندناش أي قوة أفقية أخرى اللي هي فقط الN2، فلهذا الN2 بتساوي صفر. المجموع الواي بتساوي صفر. عند البي اللي هو قوة رأسية قيمتها 20.8، فالV2 عبارة عن 20.8 اتجاهها الأعلى، ناقص الحمل الموزع اللي هو 16 كيلو نيوتن، يتحول إلى حمل مركز عبارة عن W في الـL. إذا 16 مضروب في المسافة من الـ B إلى الـ C عندنا 5 متر، فكانت قيمة الـ V2 بتساوي ناقص 59.2 كيلو نيوتن. واتجاهها إلى أسفل. بالنسبة لي العزم الانحناء هناخده اللي هو عند النقطة C. كيفية إيجاد العزم؟ العزم بالنسبة هنا عندنا شن هي القوة اللي بتولد لنا عزم؟ عندنا 20.8 اللي هي المرتبة عند النقطة B هتولد لنا عزم مضروب في الذراع اللي هو المسافة 5 متر، وعندنا العزم اللي هو 96 كيلو نيوتن واتجاهها اتجاه عقارب الساعة موجب، والحمل الموزع اللي هو قيمته 16 كيلو نيوتن بير متر هيولد لنا عزم قيمته اللي هو عبارة عن W في الـ L على في L في L على 2. هنوجد قيمة العزم M2، إذا 20.8 اللي هي النقطة عند الـ B مضروب في المسافة 5 زائد 96 ناقص اللي هو الحمل الموزع 16 في الخمسة في الخمسة على 2 اللي هي 2.5، بيساوي اللي هو لما نيجي نجمع هيكون الناتج بيساوي صفر، لأن هنا عند اللي هي سبورت اللي هي
كانت الناتج للعزم اللي هو بصفر. فحنرسم أنا القوة هذه المحورية من النواتج المعادلات اللي تحصلنا عليها. بالنسبة للنورمال فورس ديجرام اللي هي الـN2 بتساوي صفر، لهذا هو خط مستقيم وعليه اللي هو الرقم احنا وضحناه اللي هو بصفر، لأن كانت عندنا القوة الأفقية بتساوي صفر. الشير فورس ديجرام حنبدو من النقطة بي، عندنا 20.8 اتجاهها إلى أعلى، ثم عبارة عن خط. الخط دائما ليش الخط احنا عندنا نازل إلى تحت خط مستقيم؟ لأن عندنا اللي هو الحمل الموزع قيمته 16 كيلو نيوتن بير متر، فيبدأ عندنا بالنزول إلى تحت إلى أن نصل تغير في القوة اللي هو عند النقطة سي، واتجاهها إلى أسفل كذلك هي قيمتها 59.2. لما نجي نرسم أني الشير فورس ديجرام حنرسم الخط اللي هو عند البي اتجاهها الأعلى قيمته 20.8، نصعد به إلى أعلى. من السي ننزل تحت بقيمة 59.2 ونوصل ما بين 20.8 بخط مستقيم نازل لتحت اللي هو لنصل لل 59.2، والخط هذا يتمثل في القوة الموزعة أو الحمل الموزع اللي هو قيمته 16 كيلو نيوتن. لما نضربه في المسافة 5 اللي هي المسافة الكلية من البي إلى السي، فهو على طول المسافة يبدأ عندنا الحمل اللي هو يبدأ ينقص إلى أن يصل إلى اللي هي عند النقطة سي. رسمة البندنج مومنت دايجرام، عندنا البندنج مومنت دايجرام عند النقطة بي عندنا عزم اللي هو قيمته 96 واتجاه عقارب الساعة، يعني السهم لأعلى، لهذا رسمناه لأعلى بقيمة 96. عند النقطة سي العزم الام 2 بيساوي صفر، فحنضع قيمة الصفر عند النقطة سي. حنوصل ما بين قيمة الام 1 اللي هو عند النقطة بي اللي هو قيمته 96 كيلو نيوتن متر، والام 2 اللي هو بصفر وهو خط منحنى، لأن عندنا 16 كيلو نيوتن هذا بوجود الحمل الموزع هذا، هنتحصل على ام ماكسيمم. ام ماكسيمم وين نتحصل عليها؟ دائما بتكون لما يكون عندنا الشير بصفر. فهنا الشير بصفر يعني على بعد مسافة، المسافة هي اكس. فعندنا احنا من الرسمة اللي هي الشير فورس ديجرام عندنا اللي هو نقطة التقاطع الحمل الموزع اللي هو الناتج من رسمة القوة الشير فورس ديجرام مع الخط الأفقي اللي هو من بي إلى سي. فالمسافة اللي هي القطعة عادية إلى النقطة بي مسافة إكس، فهنا بيكون عندي الشير بيساوي صفر ولكن العزم بيكون أقصى قيمة له. فكيف نوجد هذه قيمة المسافة إكس؟ إن هو حيكون عندي الشير بتساوي صفر، إذا عندي 20.8 هذه اللي هي الفي واحد ناقص اللي هي الدبليو في المسافة إكس بتساوي صفر، لأن يعني هنا عندي شنية الأحمال اللي عندنا للرأسية المؤثرة على بعد مسافة إكس الموجودة عندي على المسافة إكس، عندي اللي هو البي واي اللي هو قيمته 20.8، وعندي الحمل الموزع على بعد إكس. فالحمل الموزع لما نحوله إلى حمل كم يطلع لنا حمل المركز اللي هي 16 في المسافة إكس، فحنطلع قيمة الإكس، إذا طلعت لنا قيمة الإكس 1.3 متر. بعد إيجاد اللي هي المسافة إكس كانت قيمتها 1.3 متر، إذا نستطيع الآن إيجاد قيمة أقصى عزم اللي هو الإم ماكسيمم. فالإم ماكسيمم شو بتساوي عندنا هنايا؟ عندنا الإم واحد بلس اللي هو القوة اللي عندنا اللي موجودة عندنا
اللي هي 20.8 مضروبة في 1.3 فبوضع القوة هنوجد اللي هي قيمة الـ M maximum كما هي موضحة في المعادلة إيجاد قيمة الـ M maximum. إذن هذا بالنسبة للبارت اللي هو الجزء BC. إذن كذلك اللي هو بالنسبة للبي سي اللي هو للمنبر البي سي كذلك حنستعمل نفس الخطوات اللي مخدينا للاي بي والبي سي. بالنسبة للسي دي حتكون عندنا نورمال فورس دايجرام انكم تلاحظوها. بالنسبة للمنبر حتكون عندنا قوة اللي هي رأسية فقط، فلما نيجي بنرسم اللي هي كأن احنا عندنا نورمال فورس دايجرام. هذا بالنسبة لكيفية رسم اللي هي منحنيات القوة للقطر. لما تكون عندنا هنا في الشكل الموضح هنا، لما تكون عندنا في حالة العناصر المائلة، في حالة العناصر المائلة يعني فريم، بتكون عندنا الفريم احنا عندنا ما هوش خط أفقي زي ما احنا وضحنا في المثال الأول والثاني. كانت الفريمات يا إما تكون اللي هي المنبر متاعها أفقية أو رأسية بزاوية اللي هي بتكون 90 درجة، يعني أو تكون رأسية 90 درجة أو تكون اللي هي زاوية أفقية تكون بخط أفقي. فهنايا بس إن إحنا بتوضيح بسيط لما تكون عندنا اللي هي المنبر أو الشكل الفريم اللي عندنا المنبر بتاعها مائل، فالقوة اللي موجودة عليه لازم تتحلل إلى مركبات. فوقك في حالة العناصر المائلة نقوم بتحليل كل القوة في اتجاه العنصر حسب اللي هي ميول العنصر. فهنا العنصر هنا اللي عندنا أو المنبر مايل، فعند الـ A عندي نيرولار سبورت اللي هي دعامة مدحرجة، فعندنا الـ AY ليش بإن هي تم تحليلها في نفس اتجاه محور العنصر، فحتى نتحصل على قوة محورية اللي هي النورمال فورس دايجرام حتكون في نفس اتجاه المحور، وقوة رأسية اللي هي شير فورس دايجرام بتكون عمودية على محور العنصر. فالعنصر احنا عندنا هنا يا مايل بزاوية 30 درجة كما هي موضحة بالسكتش اللي عندنا البسيط. فالـ AY لما عندي الزاوية 30 درجة حتكون عندنا الزاوية هذه حتاوي الـ AY عندنا بتتحلل إلى قوة AY كوساين 30 و AY ساين 30 كما هي موضحة كيفية إن هي تحويل الزاوية 30 من اللي هي سابقا أكيد كنا نعرف كيف إن هي بالتبادل والتقابل بالرأس، يعني هنا كيف إن نبدأ ننقل في الزاوية اللي هي 30 حتى يتم تحليل اللي هي مركبات إلى مركبتين. فالـ AY حلناها، كذلك القوة لما نجي نلاحظ اللي هي 6 كيلو نيوتن قوة أفقية، أفقية مائلة بزاوية، الزاوية هذه احنا عندنا عند الرأس عند الـ A اللي هي 30 كيلو نيوتن، 30 كيلو نيوتن هذه، فحنشوف الـ 6 كيلو نيوتن هذه اللي هي أفقية، بالتبادل اللي هي حتكون عندنا الزاوية 30. فالستة كيلو نيوتن هذه حتتحلل إلى قوة أفقية وقوة رأسية، الأفقية ستة كيلو نيوتن ستة كوساين 30 والرأسية ستة ساين 30. فتبدأ عنا إحنا لما ناخذ مجموع القوة المحورية شو بتكون عنا؟ تكون عنا الـ AY ساين 30 وعندنا الستة كوساين 30، هذه بالنسبة للقوة المحورية. القوة القص اللي هي الشير فورس ديجرام فهي الـ AY كوساين 30 وستة ساين 30.
فعند الرسم اللي هي بالنسبة للنورمال فورس ديجرام حيكون التركيز اللي هو على الاي واي ساين 30 وعليه الستة كوساين 30. الشيل فورس حنرسم اللي هي الاي واي كوساين 30 واللي هي الستة ساين 30. اذا هذا بالنسبة في حالة لما يكون عندي عناصر مائلة وتكون عندنا الدعامة أفقية. هنا بالنسبة للدعامة اللي موجودة عندنا عند الـ A دعامة أفقية، والزاوية عندنا زاوية الميول بالنسبة للمنبر اللي هي 30 كيلو نيوتن. لما تكون عندنا الدعامة مائلة حتى هي، فبتكون القوة أو ردود الأفعال عند الدعامة دائما تكون عمودية عليها هي. فيجب إن هو التركيز أو التنبيه على الانتباه إلى اتجاهات القوة، سواء كانت هذه القوة خارجية أو رد فعل. لما نجي نرسم هنا منحنيات القوة، يجب إن هنا التركيز على على الزوايا أو ميول القوة هذه واتجاهاتها في نفس الوقت، كذلك يجب اللي هو التركيز عليها. إذا هذا بالنسبة لرسم منحنيات اللي هو المنحنيات القوة والعزوم للإطر أو الفريم. فهناخده إن هي كملخص لما تم ذكره، اللي هو هيكون بالنسبة للفريم هنشتغل على كل عنصر لوحده أو منبر لوحده. يعني لما تكون عندي فريم أكثر فيها من عنصر، هناخد اللي هو العنصر الأول، هنوجد اللي هي تبدأ عنا إذا كانت عنا ردود الأفعال معلومة يصبح من اللي هي السهل الرسم. فنبدأ عند القطع عند النقطة، فرضاً إن عندي منبر أو عنصر رأسي من A إلى B، عند البي لما نقطع ونوجد من معادلات الاتزان يتم إيجاد القوة الرأسية والأفقية لمجموع القوة في الاتجاه الإكس بتساوي صفر. يتم التركيز على القوة اللي هي في الاتجاه الإكس فقط. من مجموع القوة في الاتجاه الواي يتم التركيز على القوة الرأسية اللي هي في الاتجاه الواي، وتم إيجاد اللي هي الN والV والمومنت. بعد ما يتم إيجاد الN والV والمومنت، يبقى من السهل اللي هي رسم منحنيات القوة، كذلك العزم. بالنسبة للعزم اللي هو هنوجد العزم عند نقطة اللي هي القطع اللي بنقطع عندها حتى يتم إيجاد القوة اللي هي الداخلية عند المقطع. ويبدأ من السهل أن نرسم اللي هي قيمة عزم الN هنا. مع التركيز على القوة، إذا كانت عندنا قوة مائلة بزاوية فيتم تحليل القوة هذه إلى مركبات، كذلك في حالة العناصر المائلة نقوم بتحليل كل القوة في اتجاه العنصر. يعني يبدأ عند العنصر ثابت والقوة هي اللي بنحللها في اتجاه العنصر. يعني هو الميول متاعها هنحلل القوة اللي موازية للمحور العنصر، هي بتكون عندي النورمال فورس ديجرام، والعمودية على محور العنصر هي بتكون عندي الشير فورس ديجرام. مع التركيز على اللي هي الزوايا وكيفية اننا نضع اللي هي قيمة الزوايا بالتبادل بالرأس وبالتقابل كما هي موضحة في السكتش الموجود عندنا على الشريحة هذه. هذا كل ما يخص اللي هي رسم منحنيات القوة، سواء كانت هذه القوة محورية او قوة قص او عزم انحناء للأطر او للفريمز.